ولن نقبل أبدا أن نسحق أبدا. سوف تكون دماؤنا رخيصة من أجل ديننا، من أجل قائدنا، من أجل وطننا. داهمت قوة من المرتزقة والميليشيات الخليفية صباح هذا اليوم منزل رئيس المجلس العلمائي في البحرين السيد مجيد المشعل واقتادته إلى جهة مجهولة. لا أريد عباءة، أريد كفنا، لا نريد الحياة. هذا الاعتقال الجديد يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات القمعية التي استهدفت بها السلطات العلماء والقادة الشيعة في البلاد، والذي تصاعدت وتيرته في الآونة الأخيرة ومنذ إسقاط جنسية آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم. ومنهم الشيخ محمد صنقور خطيب الجمعة بالدراز والشيخ سعيد العصفور، فيما صدر حكم بسجن الشيخ علي سلمان لمدة 9 سنوات. سنلاحقكم لأنكم ارتكبتم ما تستحقون الملاحقة عليه هنا وخارج البحرين. وهي تأتي بعد إسقاط جنسية وإبعاد عدد آخر من رجال الدين الشيعة ومنهم الشيخ خجستة والشيخ النجاتي. مسلسل استهداف علماء الشيعة وقادتهم يتواصل، ومنذ اعتقال قادة ورموز ثورة 14 من فبراير قبل أكثر من 5 سنوات. وحدة وحدة إسلامية، وحدة وحدة إسلامية. وفي الوقت الذي تستهدف فيه السلطات هؤلاء العلماء المعروفين بخطابهم التسامحي والمؤكد على الوحدة الوطنية، فإنها تطلق العنان للمتطرفين والمروجين للفكر التكفيري الإقصائي ليبثوا سمومهم في المجتمع وتحت مرأى ومسمع السلطات الحاكمة. ممارسات تكشف عن طبيعة نظام العائلة الخليفية والأهداف المشبوهة التي يريد منه أعداء الأمة تنفيذها، ألا وهي تمزيق الأمة الإسلامية وتحويلها إلى بؤرة للنزاعات الطائفية. لقد جئناكم بالذبح، لقد جئناكم بالذبح يا عباد المجوس،